حبيبتين صافا؟ الحمد لله. شحال الساعة؟ وانا ما شفتش شحال الساعة دابا. ستة. ما جيتش عيان من العصر داكشي علاش؟ المهم انا راه كنت نتفكر وتبي ما تحطوش عليا. واخا حبيبتي ما تحطش. والدة كدير سلام عليكم مالك وليد طالع لي الدم ماما وصافي صحتك ولا مالك وليد مع الكراجة انا ماما صافي نسى راجل الله يرحمك ما نسى عمري ما غنسى الا بغى يشرد راسي عندك ما دير بها ماما ما كنبغيها ماما شغل ما دير بها راه كيضيع لك حياتك ومضيع لك رزقك ولو كيقولوا كنتي تزواج وانا باقي الله عاد معك عندك ما دير بها ولدي باقي وانت وانت اصلا ما باغاش ليه هنا ما في غنسكن ما عندك ما دير بها عافاك ماما الله حفظك بهاد الموضوع الله حفظك ماما تنقلب هاد الموضوع تفرق عليها ها لا راضي عليك الا بعدتي منها عندك ما دير بها ما تدوش ما تبدل ساعه اخرى ماما شتيها ماما تقعد ما كيهمنيش انا خوتي كيفاش ما كيهمش ما كيهمنيش شحال شعب عليا هذاك خينا
علاش يلعب زين؟ علاش تبقى تابع؟ علاش خالتك جابت لك واحد لاباس اللي غادي واش هو غادي يشري لك دار، غادي غادي يتزوج بك، غادي يدير لك شي مستقبل، ما غادي يدير لك والو، غادي تبارك عليه عيون كلب ويخرجك. شوف بنيتي نهضر معاك، خالتك جايبه لك واحد السيد من المانيا اللي شي راجع الله يرضي عليك، الا كان شي باغا معقول راه واحد لاباس عليه غادي يتزوج بك ما يخليني ليه هنا. وديك عيب زليل ما عندك ما ديري بيه، حيت لا بقينا شابعين الكادوات والماكله والريستورات راه والو، حنا بغينا يدير لنا دار، لا كان غادي يجي يتزوج بك ويدير لك دار مرحبا. صافي ان شاء الله، المهم خليك ماشي خصني نعس ثاني راسي شي ديما بغات نعس. الو وا راجل صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله. ما كنتي ترى هكا واش باقي مقلق؟ لا مقلق ما والو. وي عرفت، المهم نتلاقاو اليوم نتغدا ونهضروا على بزاف ديال الهضره باغي نقولها. صافي واخا نتغدا ضروري خصنا نتلاقاو. هاجي انتي فين غادا فهاد الصباح هذا الشكل مقاد انا لابسه غادا خارج غادا عبد الجليل. لا ما تقولش لي غادا عبد الجليل، كنتي غادا عبد الجليل اليوم تعطيني شي اخبار، يا تفارق شوف يا غادا تجوجي ولا غادا تشوفي ولد خالتك غادا تجوجي بيه ان شاء الله. صافي دابا اشنو؟ ان شاء الله ماما ان شاء الله. باش ما كان راه نقول لك انا نتوما حنا كنتسناو كنتسناو بين العشيه. سلام. لا بس كبير بخير الحمد لله. لا زيتي يلا وقفت دابا وطا صافي يلا صافي. وين لك وين؟ شو كنتي البارح؟ قلت لك عندك شي كيفاش هو دائما كتبقى تبدي لي الزواج، بغيتي شي نهار نعيش معاك ضاحكين دوزين لومبيونس ديالنا بلا جيت تزوج. يلا صافي حبيبي سمحي جيت باش نضحكوا ماشي باش نبقى مغوش. صافي ولكن الزواج متأجل في دليل، أنا باغي نتزوج إن شاء الله. يلا نور هاك يا دمورسو بيبي يلا عملي فودنيك، أنا دابا غنمشي ونخليك شحال وأنا محتاج نقول الصراحة، مبقيتش كنحس بيبي بالراحة، غتكوني دابا كتسمع اللي كنقولو بلي بصح داكشي اللي كانوا يقولو، أنا خير كان لاب البنات. ترسمت في الخدمة ديالي؟ لا ما تقولهاش. ما ترسمتش. المهم دابا غادي ناخذ من عندهم شي فلوس. ها؟ باش نمشي نشري الدار. ومن بعد ان شاء الله غنتزوج. وقول لها لا، فهمت بلا ما تقول لها ماما طوال هذا. علاش؟ بعدتي شنو؟ ماما كعوشة. ها؟ بعدتي شنو دابا؟ دابا عندي واحد المفاجأة، غنمشي نشري لك واحد الكارت. صافي بلاش حنا في لا بلاصه هي بدات لعبت بحال الحياه، واليوم جات ساعه الصح، خليتك تبكي خليتيني نفرح، قلبك كمايا غادي تشرح، روحك كمايا غادي تقراح، عارف دموعك دابا كحسيل الحبيبه ديالي. دابا انتي غتمشي حنا ما نوصلك انا اكيد دات امانه ديال ماماك أمان الماما ديالك وغدا إن شاء الله نتشوف. أيا ماما كتعيط لي كتعيط دابا بلا ما تجاوب قولي أنا فين هو؟ شناهو التليفون؟ دابا غدا نجيبو لك معاه يلا نوصلك شوية ونسير. ماما ماما شنو؟ ها هو شكون جايبين لنا شي أخبار تفرحنا بنيتي؟ على سلامتك جيب شي لينا معاك واحد الخبر انا عارفه غتفرحك الصراح. لا 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 بحال انت ما غتفرحنيش بهذ الاخبار ديالك تشوف هذيك الخاينه اللي معاك يلعب جديد جيبها ليا. اشنو صيفطت لك عبد الجليل؟ انا بغيتك تشوف سيدي جيب لك خالتك لاباس عليه السيناريو. اه الراجل اللي جاب لك خالتك لاباس عليه اللي غادي يعيشني انا وخوتك وانتيا. دابا بغيتي شابت لا ما بغيتيش هسخط هرضه الا ما فرق عليك عاد ديال انا كنقول لك ماما كيفاش هسخط هرضه ماما مش عارفه انا واش حاسه بجي لك واحد لاباس عليه اللي غادي يعيشني انا وخوتك وانتيا ما نقولش لك
ولكن انتي ما بغيتيش تسمعي بغي وفي الاخر غادي تندمي. واش قولي هذيك قالت ماما هذيك الكلمه وما بغيتيش هسخطها هرضه. انا كنقول لك انا عيشيني ما عندي ما نبقى ندير معاك صافي بلا ما تبقايش بكي دابا وصافي بلا ما تبقايش بكي صافي انا غندي بهضرتك يلا صافي وصافي ماما انا غندي بهضرتك يلا صافي والله ما غادي نبقى نهضر معاها صافي حلف دابا صافي يلا صافي ما غاديش نبقى نهضر معاها يلا صافي والله اقسم لك الا ما غادي نبقى نهضر وصافي صافي والله صافي ماما والله غندي بهضرتك ان شاء الله. المهم انا جيت نشوف لقيت بهضرتك بصح والله انا ما اي اخا داك ماشي شي ساعه دايشه معاه ناقصني بزاف ديال الحوايج. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله شنو غادي نديروا مع هذا الراجل اللي جاي وغادي نتزوج به. صافي دابا اختي قرار فكرت اختي قرار صافي غادي تشري ان شاء الله غادي يدخل لسيد المغرب ومن السيمانه غادي يكون ان شاء الله العرس ديالي. صافي ان شاء الله المهم نخلي دابا باش ندوش من بعد نهضر في هذا الموضوع. صافي يلا سير وين الحبيبه ديالي صباح الخير صافا مس عليك. المهم انا دابا راه كنتسناك حدا مرجان دابا نتلاقاو في البلاصه اللي كنا كنريحو شحال هذيك هي اول هذيك هي اول ملاقيه ليا لك انا غنتسناك فيها راه جبت لك معايا التليفون ما تعطليش يعني. باش تسلمي عليه ما بغيتش صافا ديتي عاوشاني فهمتي ما كتجيك ما فهمتش واش كتبدلي المهم هكا التليفون ديالك ماشي ديالك خليه هنا ما بغيتش نهضر معاك فواحد الموضوع. الزواج عاوتاني راه دوينا قلنا لك راه تاصلت في الخدمه ديالي. لا نسى هادشي كامل شاد الزواج وهاد الخدمه وهادشي كامل مابقيتش باغا. اه وشنو باغا؟ انا اصلا كنفكر في شي حاجه محسن فوق من هادشي اللي كنديرو دابا. كيفاش كتفكر شي حاجه ما احسن فوق من هادشي؟ شي حاجه احسن انا ما باغاش نبقاش باغي نعيش هاد الحياه اللي عايشه انا وياك. شي حاجه باغا شي حاجه تكون واعره شي حاجه طوب بزاف. راه كلشي بشويه بشويه. لا انا بغيت كلشي بدقه مزيانه. شوف شوف غنقول لك جوج كلمات جوج كلمات غندخلهم راسك فهمتي. انا جاود الناس اللي غيستاهلني اللي كيستاهلني وغيديني حيت انت اصلا ما شفتش منك والو شفت منك غير صداع الراس والمشاكل وزيد وزيد وزيد. اصلا انت ما عمرك درتي شي حاجه على قبل ما عمرك غدير شي حاجه على قبل. يلاه بالسلامه نخليك. اه جيت بسلام. دابا هادشي كامل نسيتي ما عندك ما دير بها قالتها ليا الوالده. واخشي ما عرفتينيش؟ لا من رميصة عبد الجليل. رميصة؟ اه الراود الابتدائي الصغار. اه كدير اخشي رميصة بخير تسلم عليا. سندان على سلامتك. الله يسلمك شتي بخير الحمد لله على الحق. شحال انا كنقلب عليك مشيت لعندك للدار كنسول عليك ماما قالت لي راه ما كاينش. مالك؟ مالي والو هم ديرونجي شويه صح. عبد الجليل انا جايه من برا زعما جايه على قبلك وباغا نشوفك وعارف انت انا كنبغيك. راه 6 سنين دابا واخاك 6 سنين ما قدرتش ننساك عبد الجليل. انا اصلا كنت حايت فيسبوك وحايت كلشي 3 سنين دابا ملي بقيت كنقول المهم راه ما يسخش في ميدو فهاد الموضوع شن من بعدو. يلا واخا خلي لي غير مرتك بعدا باش نبغيك نلقاك. يلا واخا نمشي للدار نصوني. واخا يلا باي باي شكرا. الو الو عبد الجليل فين صافا؟ الحمد لله شكون معاك؟ رميصة. رميصة؟ اه اه صافا بخير الله يحفظك فينك؟ انا دابا في الدار. ممكن نشوفك دابا شويه الا بغيتي؟ باغي ندوي معاك في هذا الموضوع ضروري. انا في واحد في كافي بيانكا. يلا انا كنتسناك باي باي. سلام.
سالي مزيان مالك شنو هاد الموضوع اللي عندك؟ ما غندوي معاك بشوف واحد الموضوع. ما كنسمعك. ما غندوي معاك فواحد الموضوع. مرحبا. عبجلين انا راه جيت من تما على قبلك نتاعي. ست سنين فهمي. ست سنين. واصلا فاش مشيتي انتي راه وليت كنبغي واحد الدري اخر يفادني. انت ست سنين داس عندك عادي انا داس عليا صعيبه. انا راه هادشي علاش جيت لهنا باش نديك معايا. جيني معاك؟ اه نديك معايا. لا ما يمكنش ليا نمشي معاك. علاش؟ الاخرى اصلا خطابشة وطراو لي معاها مشاكل ما عرفتش اش غندير. راك انتي كتبغيني انا قبل منو؟ انا الاولى بغيتيني ماشي هي. وباش مشيتي تيرا هي اللي لقيتها حداك. دابا انت راه غير ولفتها ماشي كتبغيها. والله ما عرفتش وحقت والله. عبد راه انا نسيك فيها غير تيق فيا. واخا نمشي معاك الوالده لما نخليها. غنمشيو غادي نصيبو المكلوراك وتجي حتى لعندنا. خاصني نفكر في هاد الموضوع مزيان والوالده ما نعرف كيفاش نخليهم خرجوا اصلا في البيريود اللي جيتي فيها انت دابا واقع لي مشاكل مع الوالده مع الدريه دخش. يلا واخا عجل خليك تفكر على راحتك وجودك صافي راه مرتي عندك ودابا تبقى هنا ولا شنو نمشيو نخرج الدور انا نضربو شي دوره. عبجلين ولد صباح الخير خويا كتشوف هاني اش هاني صحيح كلشي مزيان فين هاني الله يحفظك ليك الدنيا مقلوبه عليك الدرب كامل فيه دار عليك اصاحبي حتى وراجع اساليت معايا اخويا انت ما كندوزش غير شي دوبال العرس ولدي انت صعيب راه مجوجه واحد فرصه العرس كيفاش العرس والله شي كندوز معاك عشيه كيفاش العرس يلاه تسدالو من العرس صعب دير العرس الدنيا امك وشي فرحان بيها دير العرس راني في هاد القاعه اللي في الدرب ديال الله وراك اش كدوي مني شي والله دير مستحيل على قبله وانا اللي غنتزوج لا انا مبغيتكش انا مبغيتكش انت بغيت امين مبغيتكش انت ما عندي ما ندير انت ما غتوفر ليا والو صافي سالي مالك 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 مالك
سمعت لامي لتشوحت وغدراتني. شتي عبجي قلت لك انا راه كنبغيك عبجي غنصبر عليك حياتي كلها تتولي تبغيني عبجي ما نمشيو من هنا ما نبقاوش حنا كاع هنايا نوض نوض عبجي دابا نوض نوض بقيتي بجنبي نوض يلا نوض نمشيو من هنا كتفي دوري من هنا دور عبجي انت انا ماشي ديال هنا غنديك معايا ما غتبقاش هنايا كيبدات كيف الخاطر ما بغيتش شي معايا عرفتي بعد علاش دخلتك هنا؟ شكون هذاك اللي جا عندك شبخاتك؟ صراحة ندمت على هذا العرس هذا وندمت على النهار اللي عرفتك فيه ما بقى بيني وبينك والو تابعينك المشاكل من النهار عرفتك يا ما جميل ومكان الماضي والباصي فات يا ما بغيت نشوفك بغيت نشوفك توحش دوك القعدات وحدي في الغربة فهميني ياما سمحي لي المكتوب داني ماشي بالعالي عيت ما نصبر مكواني ضري دخلاني والله ما شوفوا الوالده نشوفوا طاطا هي الاولى نري شويه سبحان مبدل الاحوال عرفتي شكون هذه عرفتها شي طماع يقضي عليها الكذاب مسكينه الله يسر عليها بس مسكينه